بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله طلابنا الأعزاء في حصتنا اليوم، حل أسئلة درس كن سعيدا. السؤال الأول: المعاني. رواق، رواق البيت مقدمه، يعني مقدمة البيت. ذمار أو واجهة البيت. ذمار ما ينبغي الذود عنه، يعني قد نقول أيضا العرض والشرف أيضا الإنسان يدافع عنه. مخضلة، خضل الشجر أي كثرت أوراقه وغصونه. عركت، خبرت أو خبرت. قوت طعام، حقيق جدير، متقهقر متراجع. فرق في المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. جميل صفة تعني الحسن والنور والبهجة. كنت أو كنت مشكور الصالحات مرجو الجميل. الجميل هنا الإحسان والمعروف. ب: النقد، نقد الشيء أو نقد الشيء، بيّن حسنه ورديئه، أظهر عيوبه ومحاسنه. دفعت ثمن البضاعة نقدا، أعطيت الثمن مالا، يعني أعطى عملة. جيم: والدقيقة الواحدة توازي من عمرك أعواما، لأنها حافلة. حافلة أي مليئة. ركبت الحافلة، الحافلة اللي هي سيارة كبيرة لنقل الركاب، أو يعني مركب لنقل الركاب. فهم وتحليل. الفكرة العامة في النص أن لكل شيء جانبين، إيجابي وسلبي، وعلى الإنسان أن يستغل الجانب الإيجابي لتقليل الأثر السلبي في أمور الحياة فيظل سعيدا ولا يفقد الأمل. 2: فسر سر سعادة كل من الفقير والشيخ. الفقير لأنه سلم من شلل معنوي، ابتلي به من دانت لرغبته جميع المطالب، وتجنب ما يتعرض له ذو الغنى والجاه من حسد وكره. والشيخ لأنه عرك الدهر وناسه، وألقيت إليه من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الأمور. والدقيقة الواحدة توازي من عمره أعواما، لأنها حافلة بالخبرة والتبصر وأصالة الرأي. كيف يكون الغنى بلاء لصاحبه؟ يكون الغنى بلاء لأن الغني قد تفتر همته ويزهد في السعي إلى الكثير من الفضائل، ذلك لأنه قادر على الحصول على كل ما يريد دون كد وعناء، كما أنه مبتلى بالحسد والكره. فسر العبر الآتي: والدقيقة الواحدة توازي من عمرك أعواما، أي أن الدقيقة من عمر الشيخ الرجل الكبير الذي حنكته الحياة وأدبته توازي أعواما من سنوات شبابه، حيث الافتقار إلى عمق التجربة، فكل دقيقة غنية بالخبرة والتبصر. 5: سعادة الرجل وسعادة المرأة مرتبطتان معا. وضح ذلك. كما أن المرأة تطمئن إلى شهامة الرجل ونبله، فكذلك المرأة المطمئنة السعيدة نبلها موضع اتكال الرجل، وعذوبتها مستودع وعذوبتها مستودع تعزيته، وبسمتها مكافأة أتعابه. السؤال السادس: اقرأ الفقرة الرابعة ثم أجب عما يأتي. كيف تجمع قلوب الأصدقاء حولك؟ يستلزم ذلك صفات وقدرات لا توجد في غير النفوس ذات الوزن الكبير، أهمها الخروج من حضن أو حصن أنانيتك لاستكشاف ما عند الآخرين من نبل ولطف وذكاء. لماذا تكون سعيدا بهؤلاء الأصدقاء؟ لأن ذاتك ترتسم في ذات كل منهم، والنجاح مع الصداقة أبهر ظهورا والإخفاق أقل مرارة. كيف تجعل عداوة الآخرين سببا من أسباب سعادتك؟ حين أعلم أنه كلما زادت من الأعداء المقاومة والتحامل على النجاح وتنوع الاغتياب والنميمة، زدت شعورا بأهميتي. 7: ما أثمن كنوز الحياة؟ أثمن كنوز الحياة الظفر بصديق وفي، أي أن يكون عندك صديق وفي. في التنكر للصداقة خسارة، وضح ذلك. في التنكر للصداقة خسارة، لأن من تنكر لها لم يكن على استعداد للاستفادة من خبرة الصديق الوفي، ولا يغادر امرأة حظيرة المحبة إلا ليفسح مكانا لمن هو خير منه، أي أن الله عز وجل سيرزقك بصديق أفضل من هذا الصديق. ما الأثر الإيجابي الذي يتركه الوسط الاجتماعي في الفرد؟ تنمو
تنمو روح الإنسان في هذا الوسط الإيجابي ويكتسب من الخبرة ما يمنحه شبابا جديدا وقوة جديدة. 10. قالت الكاتبة: كن سعادة، لأن أبواب السعادة شتى. اذكر أبواب أخرى للسعادة غير التي وردت في النص. من أبواب السعادة صحة الجسم والعقل والنعم والتنعم بوقت الفراغ، الاستزادة من العلم والمعرفة، وكثير من النعم التي أنعم الله عز وجل علينا به. تذوق الأدبيات من النص ما يوافق قول أبي تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وإذا كنت كثير الأعداء فكن سعيدا، لأن الأعداء سلم الارتقاء وهم أضمن شهادة بخطورتك، وكلما زادت منهم المقاومة والتحامل وتنوع الاغتياب والنميمة زدت شعورا بأهميتك. بعد دراستك النص أجب عما يأتي: ألف، وضح الصور الفنية الآتية. لأن شجرة مطالبك مفضلة الغصون، صورت الكاتبة أمنيات الشاب الفتي وطموحاته بالشجرة الوافرة كثيرة الأوراق والغصون. نمت روحك، شبه الروح بكائن ينمو ويترعرع معافا قويا في وسط اجتماعي إيجابي. تبدع من أشباح روحك عالما حوى قوتا لجوع فكرك، شب العقل بكائن يجوع. استخرج من النص صورا فنية أخرى، موجود كثير من النص في من الصور شرحناها وفي شرح الدرس أو تحدثنا عنها في شرح الدرس. السؤال الثالث: ما المعنى الذي ترمي إليه العبارتان الآتيتان: ونشر رواق العز فوق ذمارك، أي الغنى والجاه والقوة والمنع؟ سلمت من شلل معنوي، معناها الزهد في السعي والافتقار إلى الطموح. 4. تبدأ فقرات النص بجمل شرطية، غير أن آخر فقرة بدأت بالأمر، علل ذلك. آخر فقرة بدأت بالأمر كن سعيدا، لأن الكاتبة أرادت أن تقول أن أبواب السعادة لا تختصر على ما قدمت، فكل من يستطيع أن يعثر في مسالك الحياة على ما يبعث في نفسه الرضا والسعادة، إن هو تعلم كيف ينظر إلى نصف الكأس الممتلئ ولم يفقد الأمر. تطبيقات اللغوية: ما الذي تفيده قد في مياتي؟ لقد عز جانبك هون تفيده التحقيق، لأنها جاءت مع الفعل الماضي. قلنا قد إذا جاءت مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، ومع الفعل المضارع تفيد التشكيك. قال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي، التشكيك أو التوقع. علل ما يأتي: عدم حذف حرف العلة من آخر الفعل المضارع تتلظى في العبارة، فلا تتلظى الصدور، لأنه مرفوع، لأنه مرفوع. فلا تتلظى الصدور لنعمتك، لأن هذا الفعل مرفوع وسبق بلا النافية وليست الناهية. با، وحذفه من آخر الفعل المضارع تنهى في با، لأنه مسبوق بلا الناهي وهي أداة جزم، تجزم الفعل المضارع إذا كان معتل آخر، يجزم بحذف حرف العلة. 3. أعرف ما تحته خط: لا يغادر امرؤ حظيرة المحبة إلا ليفسح مكانا لمن هو خير منهم، وألقيت إليك من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الأمور. امرؤ فاعل مرفوع لام طرفه، تنوين الضم ظهر على آخره، ليفسح اللام لام التعليل الناصبة، ويفسح فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة ظهر على آخره، وهو والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومقاليد نائب فاعل مرفوع لام طرفه ضم ظهر على آخره وهو مضاف، والأمور مضاف إليه مجرور على مجره الكسر الظاهر على آخره. وبهكذا نكون قد أنهينا حل الأسئلة، ويعطيكم العافية.